مشكلة مو مشكلة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فوز إن شاء الله فوز. لا ما خد شيء. السلام عليكم صالح معكم. اليوم عندنا كراش تيم ريسينج اللي ان شاء الله يسووا له ريماستر. الريماستر على فكره بينزل ب 21 يونيو ان شاء الله. والله متحمس مره واجد. المهم سلسله تحدي الكاس على فكره دوري البطوله احس اني استنفذت انا افكاره مره. المهم ما علينا. فيعني انا رجعت السلسله هذه لاني انا مره متحمس للريماستر وعلشان يعني في شخصيات يعني جدا نادره. وين راح هذا ابو الشباب؟ ففي شخصيات يا شباب احس انها تستحق اني انا العبها واسوي له فيديو ولا سويت. فقلت يعني يلا نرجع دي السلسله. شوفوا شخصيه البطريق اللي بنلعب بذا الفيديو علشان ما حد يسال. شوفوا خليكم كذا تضغطين R1 مع L1 للي يسال كيف طلعه. خليكم تضغطين R1 مع L1 بعدين اضغطوا تحت يمين مثلث تحت يسار مثلث فوق. طلع هذا الصوت. خلاص اقدر العب بالبطريق. فكلمة السر بخليها تحت يا شباب. يعني بكتب لكم تحت بس لازم تسوونه وانتم يعني ضغطين R1 و L1 هذا اهم شيء. هذا ما خلصوا ودي العب هذا طبعا احنا هدفنا الفوز لكن الفوز حقنا مو بالفوز بالمركز الاول. الفوز هو ضرب هذا وبالشباب ذا. يلا انطلق 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 انطلق. دوس. شفت هذه المرحلة يعني شكله كذا بالرباس. وخ الكرافت. يلا ضربت انجن انضرب انجن. يلا نط. الله حل. لا الكرتون حق التفاح راح علي. مبسوط. يلا بفوز عليك انا. وخر كورتكس كراش كلهم هم اللي دعسين. كلهم اخذوا الكرتون هذا. ما شفت شيء يا شباب. كنت احاول اروح الطريق المختصر. انا يبيلي تيربو يبيلي سرعة عاد. إذا طلعت لي سرعة بحافظ عليها أنا بطريقة مختصر إن شاء الله. اسمع الصوت اللي آخر شيء. لا مو بهذي. ولا في صوت أحلى. أيوة هذا. أبعد كراش. يلا مرة ثانية نفس السلاح. بعد فرحان. يلا خذ. حلو 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 حلو. اوكي واخذ الجداي. والله اخذ الكرتون. والله ما اقدر اروح الطريق المختار. ما ودي خاطر صراحة. ما ودي خاطر ابدا الا اذا طلعت لي السرعة هنا. واو شوفوا شباب. اوكا برتقة. ايوه برتقة هو اللي يحمين. ها فاتوقع هذا خطا منهم. ما ادري اللي ماسر ان شاء الله يعدلون عاد. ها يطلع يعني طلع صوره اوكا لكن اللي يساعدني برتقة او اكو. واو المركز الاول. حلو. مين الثاني؟ ثاني كورتكس. حلو حطيت القنبلة في مكان مناسب بالتقاطع. وش الصوت ده؟ هذا صوت البطريق هذا؟ صوت غريب. يلا 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 اوكي. حلو 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 حلو. احيانا خلاص. هاي ايش هذا؟ يا جماعه وش ذا؟ وخروا كلهم من تايني هذا الدب واللي خسرني حجبه يا اخي مغطي الطريق كله. يا الله.
كنت ماشي تمام انا، لكن وش اللي صار؟ ما ادري. برتقة تبوك يعني تساعدني بقلنك. ايه يلا 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 يلا، على الاقل الرابع اخذ نقطة ولا شيء. ايه واو المجلس ولا نقطة. الخامس ولا نقطة. انت السبب، شفتوه؟ ما ادري، خلنا اوضح الفوكس عليه. شفتوه؟ هذا هو السبب، بس خلنا عدل الفوكس عليه الحين. طيب قدامي على طول. ها وخر بيفوز. ها يا الله. طيب سرعة عشوة. الحمد لله سرعة. اوه على فكرة يا شباب، ترى حاط الكمبيوتر انا اصعب شيء. ها انا حاط اصعب شيء. كان يقول كذا، هي ساعة تمشي انجن. والله ما ادري عيونك وين، ما تشوف، ما تعرف تطلق. ها اوكي حلو. يلا كراش خذ. لا تروفيز ماين. ها الجائزة لي، ما هي لك. واو خذ الانتقام الكبير الحين. طيب لا لازم اضرب دق دايل اول. يلا دق دايل. والله ودي اضربه. ها يلا احسن دوب احسن دوب. اوكي حلو. اهم شيء كنتك ترجع ورا. والله اذا تقدم مشكله. يا الله يا برتقال. طيب الان الحمد لله اطلقته في الوقت المناسب. يا سلام. حلو اخذت كرتون. ها يا الله. اوكي اطلق وراء. يا الله. اهم شيء لا تنقلب الموازين مثل ما صارت بالمباراه الماضيه. كراش مو مشكلة. جوف احسن جوف تستاهل. انت اكثر واحد نقاط، فانت المستهدف الاول، يعني اكثر واحد مستهدف. حلو. اوكي يا اخي ما ابي اسلحة قنبلة ولا هذه يا اخي. مشكلة مشكلة. اشوى الحمد لله اشوى. دنق دايل الطلقة هذه من دنق دايل هذه كانت. يلا اعطوني شيء زين، اعطوني شيء زين. طيب فانا بستغلها هذه، انا بستغلها. حلو. لا والله كنت حاسه. يلا على وقته. الفوز لي. اقرب. او لا لا باقي باقي زيادة. لا تحمس زيادة يا صالح، لا تحمس زيادة. خذ يا كراش، خذ لا يقرب. لا بغيت اطيح انا والله. المشكلة كنت انا اضرب خريطة عشان كذا بغيت اطيح. الحمد لله. اوكي كراش اكثر واحد نقاط الحين. ها اتوقع كراش اكثر واحد الحين. كورتكس المركز الرابع هو. الله حصل. ابي اكسر جمجمته انا القزم ذا. فيها طريق مختصر لكن خطر جدا، الطريق مختصر حق ذي المرحلة. حلو. اوكي طيب الحمد لله اخذت التفاح قبل لا ياخذ الكراش. طيب اوكي لا تروح الطريق المختصر، ما هو بمناسب يا صالح. لا تدروني دين. لا ما امداد. يلا اوكي خلاص اتركه اصلا ما
المركز الثامن تطلع له اسلحه زينه دائما معروف المركز الثامن الاخير اسلحه رهيبه فيا رب ساعه او برتقال. هذا السلاح المركز الثامن ها يلا طيب يلا اوف شوف قاعد اتعرق انا مش كنت طافي المكيف عشان ما يصير عندك مزعاج مو مطفي لا كيف اصلا خربان صح نسيت اوكي واو برتقع واو هلا برتقع هلا والله بالبرادقة يا سلام وش نحط هذا طيب خلني اخلص برتقع هذا اول ايو تسهلين ايو طيب ثلاث مرات برتقع وش الحال طيب كيف الطريق المختصر كيفه برتقى بيعوضك على الطريق المختصر برتقى بيعوضني ها بيعوضني وبيشده تعني اضربه تعني ها بصوت مزعج هذا اوه خلاص باقي الثعلب المكار والجبنة الشهية خلاص يلا اوه يلا اشواه انقذتني دي انقذني هذا المحلول انقذني المحلول طيب يا الحظ والله برتقا يا اخي ساعدني واجد احس اوكي يلا وش بعد يا ابن حلال ما بي هادي ما بي ذي خد واو ايوه تستاهل اوكي يلا حلو لا 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 اشوه واو خطيرة جدا هذه كانت خطيرة اوكي حلو اوكي طريق المختصر خلاص ما وي وش هذا جبل كراف طلعت طريق المختصر حسبي الله عليك ونعم الوكيل حسبي الله عليك اها خد اوتشي وتستاهل اوتشي ها يلا تمام الفرق بيني وبينه نقطة واحدة يلا حلو لا والله كان الامر وشيكا ها تعال توفي الله الحرب بين كراش كورتكس الحين بس يلا ولا لا لا كورتكس تقدم ها دقيقتين انت عادي مو مشكله انت ما تخطر انت لان ما عندك نقاط واجد حلو 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 واو كيف شعورك الحين ها الحين والله الفارق خمسه الحين كوكو صفر هي الوحيده اللي صفر هاي شوفوا الهزيمة على وجهه وخوف اصلا ما يغير ملامحه وفقر هو اصلا بس هذا اوكي طيب هذا المرحلة هذه فيها اختصارات واجد ها وزيادة على اختصارات برتقع على طول ها يا سلام يا حبيبي اوهو اوكي في يعني احسن طريق مختصر انا فوتته بس ما هو مشكلة دام اني انا الاول لا تروح للعشب اوكي كراش يا الله يا ابو كرشة انت ما اخذت شيء اخرته يلا اوكي طيب باقي دورات وين كورتكس مختفي كوكو فرحانة انت بعد ما شاء الله صاملة هي ها مع انها هي اصلا خلاص ما عندها ولا نقطة خلاص هي المركز الاخير يعني المركز الاخير اوكي اوه كراش خد
وجه بوجه وجه بوجه كراش. اوكي هذا مع الطريق مختصر في هذا. لا خلاص 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 لا تخوفوني انتم بالتسويب ذا. اوكي طيب 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 يلا كراش. يا الله كراش والله مشكلة صراحة. كرة اكس مختفي مختفي بالمراكز الأخيرة هو. استاهل أحسن. ها لا 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 يا أخي ما في إلا أنا وكراش بس. ها لا تاخذ هذا. أيوة لا تاخذ ذا كرتون. يا الله مين ذا مين ذا؟ ترى أنا مو المركز الأول علشان تضربوني وتسحبوني بالشكل ذا. يا الله لا والله كنت قريب. ها 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 كراش خف. مشكلة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فوز ان شاء الله فوز. لا ما خد شيء. والله المباراة صعبة كانت صعبة صعبة بس مع ذلك كانت ممتعة صراحة فحسيت بحماس. المشكلة يعني أنا خسرت بالماب الأول صح صح. خلنا نسمع صوته صح. أيوه الفوز للأبطال فوز للابطال. يا اخي ودي اشوف داش اسمه البطريق اذا خسر كذا يدور. انت بالله شعورك شوف نفسك تصيح يدور ويقعد. يعطيك العافيه على المشاهدين شباب. هنا وصلنا نهايه الحلقه ف ان شاء الله انزل اكثر عن سلسله تحدي الكاس. هذا المسكين يصيح هزا حاول يفوز بالمركز الاول لكن ما قدر. شفنا البطريق كيف يفوز كيف يخسر وان شاء الله نشوفكم مقاطع جايه. صالح كان معكم. سلام عليكم.